هذا وأجرت عناصر مولودية الجزائر حصة تدريبية تحضيرية للمواجهة المهمة التي تنتظرهم بملعب 5 جويلية أمام اتحاد بلعباس في البطولة، حيث أجريت التدريبات بمركز الفندقة بعين البنيان بحضور جميع اللاعبين وبمعنويات مرتفعة قبل الفوز الأخير بالسعودية على نادي النصر. التغطية لمحمد نجيب هنان. الحمد لله كما شفتوا الفريق قوي، حظر في ظروف جيده. ان شاء الله تكون المباراه مباراه مهمه تاع بلعباس، وثلاث نقاط راح تخلينا كما نقول لك نبقاو في مع المراتب الاولى. سيونس جازت في صفة جيدة، لي جوا موعين بالمسؤولية، دروك نقلعو من راسنا هادي كوب ضرب، دروك انا ماركزين في الشامبيون البطولة، لازم نربحو باش نكونو في البوديوم وحدنا. ان شاء الله يا ربي بالتكتيك تاع الشيخ اللي رانا نخدمو به ان شاء الله ربي يوفقنا، ان شاء الله نطلب من الانصار يجيو يعاونونا في ملعب 5 جويلية. دروك قلبنا لاباج تاع كاس العرب، دخلنا في مباراة تاع اتحاد بلعباس، نظن لي جوار كامل راهم واعيين بالمسؤولية اللي راهي تسنى فيهم. ان شاء الله المباراة هذه نحطو الكل في الكل باش نخلو 3 نقاط في الملعب تاعنا ان شاء الله.